مع الوزير. مساء الخير واهلا وسهلا فيك بالاو تي في. هل تشارك المتشائمين تشاؤمهم بانه ما كتب قد كتب لناحيه انه هذه الحرب ستستمر الى ما لا نهايه، ام انك يعني مع المتفائلين يلي عم يربطوها بموضوع الانتخابات الامريكيه؟ انا لا هيك ولا هيك، انا انطلق من واقع يلي هو دائما لما تكبر المسائل يعني انت بصير اقرب الى التفاوض والحل. لما جيشين يحتربوا وعلى مدى سنه وشهر ما يطلعوا باي نتيجه، بصير الواجب بيقعدوا يتفاوضوا. لكن اللي صاير اليوم، لبنان رايح ضحيه صراعات الاقليميه، ونحن عم نشوف تاثير امريكا وتاثير ايران، وبالتالي رايحين ضحيه هالصراع. في شد حبال، وبهالأثناء إسرائيل عم تستغل الفرصة، وهيدا عملية هوكشتاين ولودريان وتصريح بلينكن وكيربي، كله هيدا تضيع للوقت، شراء للوقت. عملية الدمار والإبادة الجماعية والإعدامات للمدنيين هي وسيلة ضغط عم تتبعها إسرائيل تتعلي سقفها بالتفاوض مع حزب الله، وعم تحط شروط قاسية جداً. بالمقابل نحن كدولة لبنانية فوضنا الرئيس نبيه بري، وهو حكي مع هوكشتاين كان صريح وواضح، 1701 نقطة على السطر. نعم، بس نحن برأيك معاليك نحن بموقع أنه نضع النقاط على السطور؟ يعني ما بعدك عم تتفضل وتقول أنه يعني الميدان هو الذي ينعكس بالسياسة وبالتفاوض، اليوم الميدان هل يسمح بأنه لبنان يشترط هذه الأمور ولا بعد؟ لبنان من خلال الواقع الميداني بالجنوب عدل ميزان القوى لمصلحة لبنان. يعني فينا نقول هذا الشيء صار؟ في عدل ميزان القوى؟ صار في توازن قوى، يعني إسرائيل ما عملت ولا إنجاز حتى بصعيد الضفة. يعني هي كانت ناوية تسحق حماس كلياً وترجع المختطفين، ما صار شيء منه. بالنسبة للبنان، بس احتلت قطاع غزة كاملاً، دمرت قطاع غزة واحتلته. نعم، بالنسبة للبنان بدها تعمل نفس الشيء، دمرت 25% من الأبنية، يعني في آلاف الوحدات السكنية بقرى الجنوب وطبعاً بالضاحية، بس ما عملت أي إنجاز سوى الإجرام، وهيدا في إيدين لإلها. ولو في مجتمع دولي صاحب ضمير كانوا بيروحوا دغري على المحكمة الجنائية وعلى محكمة العدل الدولية، وللأسف مجتمعنا العربي نايم. الميدان وضح وبيان بالخيام وقبلها بمارون الراس وقبلها ببليدة وكذا إنه العمليات العسكرية فشل فيها الإسرائيلي، وعم بينتقم بضرب المدنيين والمناطق الآمنة. بس مش عم نتسرع شوي لما نستنتج هيدي النقطة يعني بالتحديد معليك؟ يعني بالآخر إسرائيل بتقلك أنه قدرت أنه تغتال أمين عام حزب الله وقتلت أغلبية قياديه من الصف الأول. نعم. وفاتت أنه توازن الردع كان يقتضي أنه لا تجرؤ على الدخول إلى لبنان. نعم. فاتت على لبنان، وكل هيدا الدمار يلي شفناه، وإخر شيء نجي نقول ما حققت ولا إنجاز، وصار على طاولة المفاوضات موضوع السلاح مطروح مجددا. أنا عم بحكي عن نتائج الحرب. نعم. كنتائج الحرب فيها صولات وجولات. نعم. تربح معركة وبربح معركة، وربحهم لهي المعارك تبع البيجر واللاسلكي واغتيال شكر والسيد حسن نصر الله والشيخ هاشم صفي الدين، هيدي بيعتبروها هن انجاز. بس انا بحكيك على الميدان، بالميدان شو صار؟ تراجعت مقاومه ولا اشتدت؟ 42 دبابه عفوا الميركاب تم احراقهم، والاف القتلى عندهم، وعشرات الاف الجرحى، هي ما صارت بتاريخ دوله اسرائيل. هن ثكلى وهن بدهم وقف اطلاق نار، بس عم بحاول نتنياهو لانه مطلوب بالداخل للمحاكمه، هو الوحيد المستفيد واللي بده يطول الحرب. في جبهه معارضه جوا، حتى اولمرت الرئيس اولمرت السابق للوزراء شو حكى من يومين؟ الخطر ليس من حماس وليس من حزب الله، من المتطرفين. الخطر هناك من المتطرفين امثال نتنياهو. فاذا
الأمور صارت واضحة، قربنا على وقف إطلاق النار. لبنان بده وقف إطلاق نار، الجهة اللي ما بدها هي نتنياهو. بس ليه ما بدنا ناخدها معاليك باتجاه تاني؟ يعني كان حزب الله عم بيقول نحن مع توحيد الساحات ونحن جبهة إسناد لغزة، صار اليوم إبلان ولو من دون إعلان مباشر، صار إبلان عبر الرئيس نبيه بري بوقف إطلاق، يعني عم يطلب بس وقف إطلاق نار وبغض النظر عن موضوع غزة. هيدا ما مش انتكاسة هيدا؟ خليني أعطيك رأيي أنا. تفضل. حزب الله والمقاومة إذا اليوم وقفت إطلاق النار، نعم، هي مسلفي كرامة للأمة العربية عمية سنة لقدام، ما حدا يزيد على المقاومة بهذا الموضوع. المقاومة اليوم واللي بيعرف إسرائيل وشو أهداف إسرائيل وشو طموحات إسرائيل الجغرافية وتصرفاتهم الأخلاقية بيعرف أهمية دور المقاومة. اليوم اليهود بشكل عام بالتلمود تبعهم يحلل قتل أي إنسان على وجه الأرض إذا ما كان يهودي، وبيعتبروا أي بشري ولا سيما العرب اللي نايمين هم قوام حيوانات بشرية يحق لهم انتهاك أرضهم وعرضهم ودمهم كيفما يشاؤون، حتى بيحللوا قتل الأطفال بيفتخروا بهالشيء. أما جغرافيا هن حدودهم من النيل إلى الفرات، يعني بدهم قسم من السعودية وقسم من مصر وبدهم لبنان طبعا فلسطين الأردن سوريا والعراق، ولن يتوقفوا عن هذا التمدد، بس بدهم كل فترة كل عقد من الزمن بس يزيد عدد سكانهم. وشفنا نموذج اتفاق اللي صار بأوسلو مع السلطة الفلسطينية، نعم، بوقت كانت الضفة فيها 100,000 يهودي على قاعدة أنه بتفككوا المستوطنات وبيخلوا المستوطنات، وإنما شو صار اليوم؟ صار في 700,000 مستوطن. بس بينما الصورة معكوسة بقطاع غزة. أنا مش عم دافع عن إسرائيل طبعا، بس عم جرب أنه نعمل نقاش على الموضوع. الحرب بقطاع غزة، أنا بعرف أنه أمريكا بدها النفط وغزة هي منصة نفط، إسرائيل بدها النفط وبدها التوسع الجغرافي، على هاي القيادة هني بدو يهجروا الفلسطينية إلى سيناء وبيشتغلوا على الأساس. أوكي، بس الثاني وجهة نظر اللي عم قلك إياها أنه آخر شيء إسرائيل انسحبت من قطاع غزة كاملة بسنة 2005 وفككت المستوطنات وسلمتها للسلطة الفلسطينية، بعدين صار في خلافات بين بعضهم وحماس استلمت السلطة وجرت الأمور وصلنا لهون. يعني بالآخر كمان نحن مش عم نعطيها هدايا لإسرائيل. 17 سنة من الحصار كان سجن، مليونين بشري كانوا بسجن ومحاوطين بحوائط من بتون بارتفاع 10 أمتار وممنوعين من الحقوق المدنية ومحاصرين بحرا، سجن كان، وموجة الاعتقالات يعني ما فينا نقول غزة كان عندها حكم ذاتي ومرتاحة. نعم. ما عليك آخر المعطيات اللي توفرت لكم كحكومة بالتواصل مع رئيس الحكومة مع رئيس المجلس حول موضوع المبادرة الأخيرة اللي اليوم نعيها الرئيس بري وقال أنه أطاح فيها نتنياهو خارطة الطريق اللبنانية لموضوع الوقف إطلاق النار. ليش كان في موجة تفاؤل وليش طارت؟ يعني هوكشتاين هو مبعوث أمريكي، هو إسرائيلي المولد خلقان بإسرائيل، بهمه أمن إسرائيل ومصلحة إسرائيل، أما أن يتلهى بنا ويعطي وعود فهذا موضوع تبعه خلال لما اشتد الحرب آخر فترة، كل ما يصير عملية كبيرة علينا مثل عملية البيجر أو اللاسلكي بيجي موفد وتهدي الوضع أنه ما تردوا، فإنه هدي الوضع وما تردوا ونحن منحله وكذا. قتل كمان فؤاد شكر اللي ضربوا الضحية أول مرة، بعدين قتل السيد، بيجي هوكشتاين تيبرد بالأسناء، يعني هي خديعة واضحة. لما يكون في شيء جدي، لبنان لا يريد الحرب، لبنان يريد وقف إطلاق النار، هي واضحة كحكومة عم بحكيك واضحة، ومكلف نجيب ميقاتي الرئيس ميقاتي والرئيس بري يحكوا بهالإطار. 1701 وانتشار الجيش اللبناني، شو بدك أكثر من هيك؟
بس برأيك اللبنانيين مصدقين هيدي قصة 1701 بهي الطريقة؟ يعني طبعا. وعد الجانب اللبناني بالتطبيق، أول شيء هي إسرائيل اللي عم تخرقه بالأساس، تاني شيء لبنان ليش ما طبق هذا القرار من مايلته من سنة 2006 لليوم وهلأ فجأة صرنا كلنا حريصين على 1701 وبدنا نطبقه؟ إذا بتنتبه بالبنود الأولى 1701 جلاء جيوش الأجنبية نعم. محتلة نعم، عم أقول لك أنا أنه إسرائيل ما تزنت وعنا تريك فرشوبة وعنا الغجر وعنا القرى السبع، طيب ليش ما نسحبه وليش يعطوا دريعة لحزب الله تينتشر بجنوب لبنان؟ ما هذا كمان سؤال بينسأل، في خلل معين. نعم معليك، الجانب الإسرائيلي يعني لا يزال يتعامل وكأنه هو المنتصر بهذه الحرب، يعني هاي انطلاقا من اللي تفضلت فيه عن موضوع انه الميدان هو الذي ينعكس بعدين بالمفاوضات والى ما هنالك. خلينا نشوف نحن وياك هيدي الصوره من جيروزاليم بوست يلي يعني محطوط فيها يعني حاطين صوره معبره والعنوان بالانجليزي رح اقريها: without guts IDF couldn't have brought Hezbollah to its knees. كولونيل عباس تيلز بوست، يعني اخذين حديث من احد الكولونيلات الاسرائيليين العرب وعم بيقول انه بما معناه انه اخر شيء الجيش الاسرائيلي كان يعني عنده شجاعه ان يجعل حزب الله يجثو على ركبتيه. هو مصرح هيك الاسرائيلي. طيب ونحن بنشوف من ناحيه ثانيه كيف العويل والصراخ والبكاء لدى الجيش الاسرائيلي ببليدا وبمارون الراس، واليوم بسهل الخيم لما عملوا دخلوا من عم يحاولوا يعملوا التفاف رحنا 20 قتيل و60 جريح. ما بدك تشوف شغله من ميلتين. بس كمان عندهم اسرى من حزب الله الاسرائيليين، يمكن اخذوا اثنين، وهذا شيء طبيعي بالحروب. اكيد انت حرب جبهه عم تحكي ب 100 كيلومتر من مزارع شبع على الناقوره، عم تحكي بمقاومه مش عم تحكي بجيش نظامي في نص مليون بشري. مقاومه بتطلع من تحت الارض كتر خيرهم. ما قدروا يعملوا اجتياح اسرائيل، عملوا تسللات ولا عملوا توغل، عملوا تسللات شوية توغل كانت نوع من الكمائن بدهم إياهم يتوغلوا. برأيك شو هدف نتنياهو الفعلي من هذه الحرب بلبنان تحديدا؟ لأنه يقال في هدف معلن وفي هدف مخفي، وحتى بالمخفي في يعني هدف قريب المدى وهدف أبعد. أنا من ضمنه تدمير القرى وإلى ما هنالك. شرحت لك هدفه هو استمراريته بالحكم، هدفه يسجل انتصار حتى يسجل موقف تاريخي له لحكومته، لأنه هو موصوم بالعار وهو ملاحق ومدان. ولو في عنا نحن دول عربية وصديقة تتقدم بشكوى للمجلس الأمن الدولي كان مجلس الأمن بيرفع دعوة عليه، بصير مطالب بالداخل للمحاكمة بالفساد بثلاث دعاوى، وبالخارج بجرائم الإبادة الجماعية والإعدامات وجرائم ضد الإنسانية. هو بده يطول هالفترة، بده يحقق إنجاز. ما حقق إنجاز، الدمار هذا إنجاز أنت برأيك؟ هي مخالفة للقوانين والأعراف الدولية ضرب المدنيين. رجوليتك بالميدان، فرجينا رجوليتك بالميدان، يلا. بس مجرد سألتك سؤال قبل، بس مجرد إعادة طرح موضوع السلاح بهذه الجدية على طاولة المفاوضات بمشاركة المجتمع الدولي وإلى ما هنالك، هذا ما يعتبر إنجاز للإسرائيلي؟ ينسحبوا، لو انسحبوا ما بعود في مبرر لسلاح حزب الله. وأنا هذا الكلام حكيته مع سفيرة السابقة دوروثي الشيا. شو قلت لها؟ قلت لها أعطينا جارنتي ما يتعدوا علينا برا وبحرا وجوا، وكانوا يتعدوا علينا قبل ما بلش حزب الله وب 68 جو ضربوا مطار بيروت وغيره وغيره وغيره، وساعتها وانسحبوا من الاراضي المحتله. انا بضمن لك ينتفي سبب ومبرر وجود سلاح لدى حزب الله. ولما جيشين يحتربوا ما يوصلوا لنتيجه بيقعدوا يتفاوضوا مع بعض حزب الله وانتم تكونوا الوسطاء. قال it's above my responsibility sorry excellency. تلا هيدا اللي عم بحكيك من الآخر، يعني انتو the best ally لإسرائيل، انتو بتمونوا عليها عطونا هالضمانات وليك مني أنا بكلك، وأنا مستعد كون وسيط إذا بدك they trust me. نعم خليه يسحبوا من الأراضي المحتلة وما يتعدوا علينا، ينتفي سبب وجود سلاح حزب الله، انتهى الموضوع.
موضوع النزوح، خلينا نبلش من زيارتك الأخيرة إلى سوريا. نعم. ليش رجعت طلعت على سوريا؟ شو أبرز النقاط اللي بحثتها؟ مثل ما عرفنا أنه في شيء تناول النازحين اللبنانيين إلى سوريا وعودة النازحين السوريين الموجودين بلبنان اللي صار رقمهم حوالي 400,000 إلى بلادهم. مع اشتداد حجم الدمار الناتج عن القصف الإسرائيلي العدواني الهمجي بكافة المناطق اللبنانية، طبعا بشكل خاص قرى الجنوب شريط الحدودي الضاحية وبعدين شمال البقاع أو البقاع الشمالي، صار فيه هجمة من النازحين زاد عددها بشكل كثيف جدا بفترة قصيرة كثيرة، نتج عنا 200,000 نازح سوري من المقيمين في الجنوب، ونزح عنا عدد من النازحين اللبنانيين راحوا برات لبنان. بالداخل طبعا نعرف في هيئة إغاثة ولجنة الطوارئ تهتم بموضوع الإيواء. هلا رح نخصص لها شيء مهم بعد شوي إذا بدك، مع إنه مش أنا مش اختصاصي دكتور ناصر، بس بحكيك شو عندي معلومات كوزير بالحكومة رح أسألك. فمن هون لما طلع 160,000 لبناني لجأوا إلى سوريا و 400,000 سوري كانوا بلبنان رجعوا على سوريا، صار لابد من التفكير بزيارة سوريا. وهيدا الموضوع أنا أخذ فيه تكليف رسمي من الوزارة وطلبت عبر الوسائل الدبلوماسية عبر السفارة عبر وزارة الخارجية وجدتني الموافقة ورحت. كان طبعا المصنع انضرب وكنا عبكرة قريبا نطلع الظهر، قررنا الصبح أنه نطلع الظهر عبر معبر جوسي، انضرب الصبح مما يترتب علينا نعمل برمة 380 كيلومتر من العريضة. نعم. طلعنا واجتمعنا مع وزير الإدارة المحلية يلي هو رئيس هيئة الإغاثة بسوريا يلي هو الأستاذ لؤي خريطة، وفتحنا الأوراق وحكينا، وهو كان كتير متجاوب. على فكرة الحكومة تشكلت مش من زمان بسوريا، حكومة جديدة، يعني هو وزير جديد بهذه المنطقة. فتحت له نتائج كل الزيارات اللي عملتها سابقا الرسمية والخاصة، وهو موافق على كل شيء حطيته بورقة التفاهم بندن بندن، خمس بنود وافق عليهم وعلمناهم وحكينا بإشياء أكتر. تشكرناهم على حسن الضيافة وتسهيل أمر اللبنانيين أول شيء، يعني هني بيعتبرون ضيوفهم يلي كانوا عندهم صلاة خاصة للبنانيين وصلاة للسوريين، وراحوا مباشرة. قليل جدا راحوا على مراكز الإيواء، ما احتاجوا مراكز الإيواء، عندهم 480 مركز إيواء، راحوا رأسا على الضواحي. هن ليش عندهم هالقد مراكز إيواء بسوريا؟ لأنه في نزوح داخلي من وراء الحرب، من وراء يعني الحرب الأهلية. أوكي. وكان لما يرجعوا النازحين بين ما يترمم بيتهم أو بين ما يتضبط وضعهم أو بيقعدوا مؤقتا بمراكز الإيواء يلي بتسع 180,000. النازحين اللبنانيين وحتى العائدين السوريين ما احتاجوا المراكز الإيواء. ليه؟ وين راحوا؟ في قدرة تنظيمية لدى هيئة الإغاثة بسوريا إنه خلال أسبوعين قدروا يستوعبوا يأمنوا مراكز إيواء ل 560,000 شخص سوري ولبناني. سوري ولبناني طبعا. جزء من اللبنانيين ذهبوا إلى العراق بأثناء كملوا يعني أثناء الأزمة، راح 16,000، 3,000 زاروا العتبات المقدسة ورجعوا، 13,000 بكوا هونيك ورجعوا على سوريا، 3,000 رجعوا. أوكي. 13 ضلوا هونيك. مع حسن الضيافة بالعراق والاهتمام المكثف واعتبارهم من أهلهم رجع راح لحد مبارحة صاروا 33,000. ولو ما بعد المسافة ولو ما غلط تكت الطيران لأنه بده يأخذ مقتنيات وهالنازح، كان في بالعراق عشرات الألوف أكثر من ذلك، واللي بيعتبرون ضيوف، سوريا بيعتبرون ضيوف وليسوا نازحين. هذا الحفاظ على كرامة الإنسان، وهذا شعور بالأخوة وأنه نحن شعب واحد. وجهت شكر للقيادة السورية وتمنيت عليهم مع وزير الإدارة المحلية ومع وزير الداخلية أنه هذا الموضوع اليوم كدولة لبنانية نحن رفعنا الصوت ببروكسل من خلال وزير الخارجية تقاسم الأعباء
على 1,800,000 سوري يروحوا على 194 دولة بدول العالم. طلبنا بفصل الملف السياسي عن الملف الإنساني وبالتالي ما يتم استغلالهم للضغط على الحكومة السورية. ثالث شيء ترميم القرى المدمرة بسوريا اللي هي شغلة كتير كتير مهمة. ورابع شيء والأهم وهلق ماشي فيها فيليبو غراندي هو دفع المساعدات بسوريا للعائدين بسوريا. وصار لقاء بين فيليبو غراندي المسؤول الأعلى لليو ان اتش سي ار مفوضية شؤون اللاجئين مع الرئيس الأسد مع وزير الخارجية. فزيارتنا كانت كتير مهمة حتى ننسق مشان استمرار التسهيلات اللي صارت وتقدمت ويعطونا نفس التسهيلات اللي بيعطوها للي راجع بالقافلة. شو هي التسهيلات؟ أول شيء نحن منفيش كوزارة المهاجرين من خلال الأمن العام اللبناني إذا أنت مقدم طلب بدك ترجع بيروح الطلب اللايحة للأمن الوطني السوري بيشوفوا اسمك في عليك دعوة قضائية مدنية خدمة جيش بيبلغونا من خيرك تطلع على عاتقك بتحط محامي أو بتتريس وبتحل مشكلتك بيطلع مرتاح اللي راجع بالقافلة يطلع مرتاح. اثنين جبنا عفاء من وزير الإدارة المحلية الأسبق المهندس حسين مخلوف بأنه كل المقتنيات اللي راجعة معفية من الرسوم وهيدي سهلنا إياها وزير الإدارة المحلية الجديد وكان أنا جاهز. وحتى طلبت منه أنه بما أنه ما في قوافل اليوم وفي عائلات عم تطلع بدنا نفس التسهيلات للعائلات. وجدت كل التجاوب والوعود الممتازة وبدنا نطبقها وعم نطبقها. بالنسبة لوزير الداخلية اللواء محمد الرحمون قال له ما عليك نحن اليوم في حالة حرب والأعراف الدولية تقول أنه إذا في حالة حرب وفي نزوح وإعادة نازحين نحن بدنا نستمر بس تنتهي الحرب بهيدا الموضوع مش بس خلال فترة الحرب. نعم. قال يعني تحديدا قال له في عدة ملفات بدها وزراء مختصين بس أنا شخصيا بدي أحكي معك بضبط الحدود شو الجدوى إذا رجعوا هالنازحين وبكرة الأمم المتحدة واليو ان اتش سي ار نكست بوعدها وما عطت السوري والسوري مثل ما بتعرف $150 للعامل بتأثر معه بده يرجع يجي على الاي تي ام على لبنان بدنا نضبط الحدود. قال لي معك حق 100%. نحن شو اللي بدك اياه؟ قلنا له بدنا تفعيل هذا القرار. قال كثير منيح هيدا انا جاهز كوزير داخليه وحرس الحدود اللي تابعين لوزاره الدفاع كمان وزير الدفاع نحن بانتظار وزرائكم لحتى نناقش بهذا الموضوع على الطاوله وننفذه بحذافيره. وين اهميته؟ اهميته انه في شبكات تعمل على التجار بالبشر بتدخل من حدود معابر غير شرعيه تدفع هون تدفع هون بتظهرون بيكون في فان مستلمون شبكات هاي ما بتفككها بعناصر مراقبة بتفككها بتفكيك الشبكات من الداخل بواسطة هاي الوزارات. فمنتأمل هون وزير الدفاع اللبناني مش بعيد عن هذا الجو بس طبعا ناطر المرحلة هيدي الأمنية الحربية تهدى ووزير الداخلية عليه واجب اليوم يتجاوب وأنا بنادي من هالمنبر أنه يتفضل يتجاوب. الوزراء ناطرين فوق بدنا. ورئيس الحكومة شو رأيه؟ رئيس الحكومة هو رئيس الحكومة مثل ما فسح لي المجال كوزير اشتغل وفوضني هو يفوض أي وزير ضمن اختصاصه بيتصرف. بس يعني إذا طلع إذا قرر وزير الداخلية أنه يطلع في عنده خطاء رئيس الحكومة؟ ما المشكلة أنه ما بده يطلع. المشكلة هون وزير الداخلية ما بده يطلع. المشكلة وزير الداخلية تبعنا ما بده يطلع ولا بده يشوف قائم أعمال. ليش بدك تسأله؟ بدك تسأله شيء قضيت بس على الطلعة معرقل كتير أمور بالنسبة لل نحن كوزارة المهاجرين معنيين بتعبئة استمارات وعندي منسقين ستة يا أخي شيء هشلوا بيعبوا الاستمارات 4-5 آلاف اسم نبعتها للأمن العام. الأمن العام هاي استمارات شو اللي بدهم يرجعوا بدهم يرجعوا نازحين السوريين الموجودين بلبنان بدهم يرجعوا على سوريا بيبكوا بدهم يرجعوا بعرسال عندي 40,000 بدهم يرجعوا. أوكي الاستمارات بدل ما تروح للأمن الوطني بيروح ربع ربعة علما أنه ضباط الأمن العام منضبطين
وجديين وعندهم إيمان بهذا العمل اللي عم نعمله، وبقول لك نحن لشرف المحاور. بس في مرجع أعلى منه، وزير الداخلية ورئيس الوزارة، نحكيها بصراحة. على مدى 3 سنين اللي حكيني، على مدى 3 سنين تعالوا نعبي استمارة، تعالوا نعمل ورش عمل، ننور سوريا من خلال البلديات بهالاستمارة، إنه سوريا آمنة وسوريا فيكم ترجعوا. والتخويف والتضليل الإعلامي الغربي ما في شيء منه، وبين لما رجع 560,000 لا اعتقل حدا ولا توقف حدا. ترجع واحد تاجر مخدرات لبناني بس ما توقف. هذا بيبرهن الادعاءات المضللة للغرب لاستغلال هذا الملف بالسياسة، يتفضلوا يتحملوا مسؤولية ويطلعوا حتى نضبط الحدود. إذا ما بتضبط الحدود كل اللي عم بروحوا هلأ في احتمال يرجعوا. طيب هون سؤالين معليك. أول شيء، ليش سوريا مصرة تربط هذا الموضوع أو تنفيذ ضبط الحدود بأنه الوزراء اللبنانيين يطلعوا؟ طيب ما هلأ في مشكل سياسي والوزراء اللبناني مش قادرين يطلعوا تنفذ الميلتة. خليني أشرح لك. عم يطلع رئيس مجلس الدفاع الأعلى اللي هو ضابط، أوكي، وعم يطلع أي ليش عم تشترط أنه يطلع وزراء من العام، وهودي بيجتمعوا مع ضباط مثلهم، أوكي. بس على مستوى السياسي في وزير بده يمضي ورقة تفاهم مع وزير، اجتمعنا بتاريخ كذا وتفهمنا كذا، حتى بعدين يتحاسبوا ويتطالبوا. ضابط ما بيتطالب، بكرة بيتقاعد، ما بدهم يطلعوا للأسف، وهذا شيء مؤسف. وأنا من هالمنطلق، لأنه في غيرهم كمان تلكأوا، طالبت بمجلس الوزراء إحالتنا إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وخلي يبلشوا فيه، لأنه هذا ملف كتير حساس. اليوم نحن في الحرب طبعا أخذت لنا كل اهتمامنا بس ملف النازحين شغلة كتير مهمة. أنا حكيت مع ميرزا، هذا عفوا عمران ريزا، نعم، تبع شؤون الإنسانية، عم بيحكي بدنا نعمل حل مساعدات والأوشا كتر خيرها و425 مليون دولار. قلت له أحلى مساعدة، هذا باجتماع كبير كنا، كان في 10 وزراء ورئيس الحكومة وإن جي أوز 50 وحدة. قلت له أحلى مساعدة لنا اليوم هو الوقت المناسب، بتساعدنا بتسهيل أمرنا إنه يرجعوا السوريين وتخففوا من العراقيل بالنسبة لعودتهم، وتساعدوهم تدفعوا بسوريا. بالاجتماع بحكيك من حوالي 3 أسابيع. طيب بس في شغلة بعد، يعني الشق الثاني من السؤال، انه كل اللبنانيين كل مرة بيسمعوا انه في مشكلة في وزراء لبنانية مش عم يطلعوا، رئيس الحكومة بده وما بده الى ما هنالك. هي فعليا وين المشكلة؟ ما اخر شيء الدول العربية عم تستقبل الرئيس الاسد وعم يشارك بالقمم العربية وبطل عنا هذه المشكلة، مين اللي مخليهم يترددوا؟ المشكلة امريكا، اوروبا، مين؟ لك نحن دول عالم ثالث، أوكي، ودول العالم الثالث نحن هوينا غربي، اقتصادنا مربوط بالغرب، والمسؤولين اللي بيجوا بده يكون على علاقة منيحة مع الغرب، وعندهم مصالح للأسف برا. هودي مصالحهم بتتزعزع، كل واحد عنده طموح. إذا خالفوا الإملاءات وخرجوا عن الخط وراحوا يعملوا مشروع سياسي مع سوريا، يمكن بيفقدوا كتير من قدراتهم بالتعاطي، من بشغلهم الخاص، بتجارتهم، بمكاتبهم، بوكالاتهم. هن بيصيروا مهددين، وطبعا هن تعبوا بمصرياتهم. وهون عملية الخلط بين واحد مسؤول يكون معه جنسيتين أو عنده مكتب برا بالخارج، ما بيصير يجي يكون مسؤول بلبنان، ما بيصير. مصلحة البلد بتصير ثانوية عنده، وهذا الواقع اللي صاير. وهذا بده يعمل رئيس وزارة شاف حاله سجل موقف في الانتخابات وبين انه رجل دولي، بدوش يزعل امريكا وحلفائه، ما بده ينسج علاقة مع سوريا، ونحن عم ندفع الثمن. معلش بده يزعل مني، يزعل مني، ما فرقني معي، انا عندي مصلحة عليا. انا طلعت على سوريا ومستعد اطلع كل يوم مشان مصلحة بلدي، بدي اطلع وبرمت من العريضة 400 كيلومتر. طيب هلأ رئيس الحكومة، بدي أسألك كمان معاليك، رئيس الحكومة بده يعطي الهم مصالحه بالغرب وعلاقته مع الدول الغربية، وبيعمل هيك بملف النزوح مثل ما عم تتفضل، بس بذات الوقت هو الحليف الرئيسي للثنائي الشيعي ولحركة أمل ولحزب الله بالحكومة.
هو يعني ليش بده يعطي الهم هيديك ما بده يعطي الهم هاي؟ ما هي اخطر. هو بالحكومه ثنائي معومه اكيد، ما من هيك عم بسالك. هون بتصير الخدمات قومونه، وبالخدمات خذوا اللي بدكم اياه. وانا بعتبر الوزير مرتضى هو خط الدفاع الاول، انا بسميه يعني اي صدام بيني وبين رئيس الحكومه دغري بيركض بدافع عن رئيس الحكومه. ايه طبعا، ما اخر مره انا كنت بدي انسحب من الجلسه. نعم. ما بده يخليني احكي، بده يأخرني وبيحكوا الكل وكذا، وكفت انا قلت له بدي اعتذر وفل. دغري ركض الوزير مرتضى، عم بحكي اشي خصوصيه يعني، مش ركض حتى نختلف. قال له لا يا دولة الرئيس، اذا ما بتخليني احكي معلش عملوا مجلس صغير مصغر من 6 وزراء المعنيين، ونحن ما مش متعدين كنت ملت. لا لا احكي احكي شو اللي بدك يحكي، عم تحكي صح، في تعويم لرئيس الحكومه من قبل الثنائي الشيعي واضحه. طيب ما عليك طريقه اتخاذ القرار بالحكومه. هلا يعني رح ننتقل على موضوع ثاني، يعني انطلاقا من موضوع تحديدا يعني الهيئه، الهيئه الطوارئ شو بتسموها بالحكومه، الهيئه اللي متوليها الوزير ناصر ياسين، لجنه الطوارئ، لجنه الطوارئ دكتور ناصر ياسين. نعم الوزير ناصر ياسين. اول شيء عم تجتمع، هلا عم تجتمعوا للاسف؟ لانه لا. الحكومه ما عم تجتمع للاسف، ولا لجنه الطوارئ. ليه ما عم تجتمع؟ ما بعرف مين هاي الحكومة، في مشكلة سياسية طويلة عريضة. هلا أنا بعت للدكتور ناصر ياسين، ما بعرف إذا جاء من جنيف أو لا، أعطيت له عدة أسئلة ما بعرف إذا رد. رد أو بعد؟ قال بعدني بجنيف. نعم مساء الخير. وبلش ال WFP الورد فود يحضر، نحكي إنك حكينا بمطابخ مركزية. نعم. بمراكز الإيواء. لا بس شو سألته هلا حضرتك وجاوبك؟ سألته عن المطابخ، كان في مشروع عن عمل المطابخ. عن هاي النقطة أوكي. إيه. وسألته عن المحافظين إذا عم يستلموا، هل تم التوافق على مطابخ مركزية في مراكز الإيواء؟ نعم. قال نعم، بلش الـ WFP World Food Program. نعم يحضر، وهيدي شغلة مهمة المطابخ. بعدك بجنيف؟ قال لي نعم. هل يتم تسليم المحافظين ما يكفي من الغذاء؟ بعد ما جاوب. عندنا مشكلة، حرام المحافظين. شو قصة المحافظين؟ والقائم مقامين ورؤساء البلديات بالواجهة. بس قبل ليش ما عم تجتمع هيئة الطوارئ؟ ما بعرف. مين طب مين بياخذ القرار؟ رئيس الحكومة. مين بيستلم المساعدات؟ مين بيقرر كيف تتوزع؟ رئيس كل هذه التفاصيل مين بيعملها؟ كل شيء. رئيس الحكومة بالمساعدات العينية هو كل شيء. بدفع الاعتمادات أو السلف الوزير مولوي. هو اللي بيعطي المحافظين. وزير الداخلية؟ هو اللي بيعطي المحافظين، هو مسؤول عنهم. وإذا بتشوف بس هو مش لازم الهيئة كلها تقرر ككل، خاصة بأنه الحكومة هو مفروض الهيئة، المفروض لجنة الطوارئ أوكي. تطلع نحن بيبعتوا لنا شو إجا مساعدات، كيفية صرف المساعدات إن كان المالية ولا العينية ما بنشوفها، ما بنعرف يعني. يعني أنا بيجيني شكاوى من المحافظ تبع محافظ جبل لبنان، أنا تابع علي محافظ جبل لبنان، القائم مقام من جمعة عم تبكي، بيجوا بيسبونا. قائم مقام علي؟ نعم ست سيدة بدر زيدان. هي سمحتي أحكي. بينما لما نقلت الصورة تبع المحافظ، فينا نسمع المحافظ قبل؟ بليز خلينا بس لو سمحتوا نسمع شو قال محافظ لبنان القاضي مكاوي. ما عليك، أنا بدي أوصل صرختي لإلك، صرخته لإلك. يعني نحن نحكى على التي في إنه المحافظين انعطوا مصاري، كل العالم صارت عم تلفن لنا مفكرين انه احنا ما مصاري، وقت انه الحكومه ما صرفت. فانا بالعكس بتمنى انت تساعدنا مع الحكومه. هيدي عينه من عينه، انه ما وصل له شيء بينما انحكى على التلفزيون ووصل له. هيدا الحديث من اسبوعين، وقلت له انا بدي احطه على جروب الحكومه هالكلام. اوكي حطيته؟ حطيته. شو صار؟ اتصل فيه وزير الداخليه ومنعه يحكي معي. بس ما حلل له المشكله؟ اعلن يومتها عامل مؤتمر احنا صرفنا. وشو صرفوا من الجمل أدنه؟ تطلب القائم مقام 1000 حرين بيجيها 50، واليوم نحن بجبال وفي برد. بينما بتجي لسوريا طريقة العاملين الهرمية وبعدين بتصير أفقية، ما بيضيع علبة تون من المختار لرئيس البلدية، كلهم بيتابعوها وعاملين لجان فنية ولجان إيواء، وبعدين الوزير مشرف على كل شيء. يتعلموا، ما بيصير هيك. خلينا قبل ما نتابع بس نشوف مقال أيضا نقله موقع النشرة
توسيع دائرة التهجير ورقة إسرائيل لفرض تنازلات سياسية. توسيع دائرة التهجير ورقة إسرائيل لفرض تنازلات سياسية. بتأيد هذا المنطق؟ نعم بتبوا أساساً. نعم. هو كل هالدمار وهالإعدامات أنا بسميها. هاي إعدامات. لا هذه يعني كمان إحدى أساليب الضغط لفرض تنازلات سياسية موضوع التهجير أو هو نتيجة من نتائج العمل العسكرية؟ أكيد ما هي هذه الضغط هذا كله ما الضغط الشعبي. وبعدين بصير في آخر شيء نوع من الحالة من الفوضى وفي ناس عم تراهن على فتن صح وعم يشغل عليها ما أنت عندك CIA وعندك Intelligence Service وعندك موساد وعندك أموال عم تندفع إيه هيدي بتأدي إلى أنه رفع مستوى التفاوضي تبعهم نحن اللي عم يرفع المستوى تبعنا هو نتائج الميدان صار في توازن لما يصير في توازن بتروح على الطاولة بتحكي نعم يعني هل شايف حضرتك خطر من موضوع يعني هل حذف القرى وتفجير هالمساكن بهذه الطريقة وتهجير الناس بهذا الشكل انطلاقا من هذا المقال يعني شايف قصة انه استيطان بلبنان وخطط من هذا النوع وهيدي مبالغة لانه عم نسمع رجعنا بقوة بالتداول هيدي القصة هاي بسموها حملات استباقية انه انتو تعملوا حرب معنا تذكروا شو نحن عملنا بالضاحية بال 2006 وشو عملنا بال 2024 هاي بيعملوها شغلة تاني هني بيراهنوا على أرض محروقة إنه هاي بتضل أرض مكشوفة ما بيصير فيها أي شيء لا الأبنية كلها بدها ترجع ما هيدي من ضمن المفاوضات كلها بدها ترجع بترجع أحسن إن شاء الله وبيرجعوا من ضمن المفاوضات إنه في إعادة إعمار أكيد ما أكيد 100% وإلا شو بنكون عملنا بده يرجعوا أحلى مع بنية تحتية أحلى بس نحن وين خسرنا هون صرنا الضحايا اللي راح والمعاقين أما الإرادة اللبنانية ما انكسرت وكل النازحين بدو يرجعوا مثل 2006 ورأسهم مرفوع إن شاء الله ما بتتخوف من فتن داخلية؟ في بعض الأبواق اللي حاولت تستثمر كنا نتمنى عليها لك كل حرب بتصير في عندك المشروع الكبير وفي عندك شغلات صغيرة بتطلع نعم. أنت المشروع الكبير مفروض تكون ضد إسرائيل وبعدين الملاحظات خليها لبعد الحرب يا أخي عيب بهذا التوقيت تطلع وتوجه انتقادات وملاحظات وتطالب بتجريد حزب الله من السلاح وهو عم بيقاوم طول بالك يا أخي طبق 1701 وعلي أنا واللي مثلي اللي مع المقاومة ما بعد في زوم لسلاح حزب الله بس عيب اليوم نحكي به هالأبواق الموجودين تسكت شوي ما على شيء هؤلاء اللي بيحاولوا يوصلوا لفتنة بس نعم بس سؤالي كان إنه عن موضوع إنه بمسلح هون من طائفة الشيعية وبواحد هون ما بيصير عم ينقل صاروخ وعم ينقل قذيفة شو يعني شو هالشيء العظيم يعني ما هيدا كمان حاط دمه على كفه راح يتسلح لا بس المنطق الآخر بيقول لك إنه نحن لم نشارك بقرار هذه الحرب ولم يؤخذ برأينا ومش مضطرين نتحمل النتائج كتير منيح نستقبل الكل إنسانيا ووطنيا بس بدون سلاح كتير منيح حال وعم بيقوم بواجبه مع الناس حينه ما أحلاه خلينا نركز على الموضوع طبعا أوكي خلينا نركز على الموضوع لأنه وقعت الحرب وقعت بدك تحكي عن ملاحظات على حزب الله وموضوع إيران نحكي جرايد خي بس هلق مش وقته عيب توقيت هلق بعد منا بنحكي والحالة الدينية بنحكي فيها بعدين هلق توقيت غلط لأنه الحرب وقعت والإسرائيلي ما كان ناطرك حتى أنت تعمل خيمة هون وتبلش يصير فيه مناوشات وكذا ما ناطرك الإسرائيلي عنده بعد استراتيجي وعنده فكر مثل ما ذكرت لك بالأول فكر توسعي وبلشوا يحطوا خرائط بيع عقارات بحصبية والمناطق المتاخمة وبالميري مين بيحب يشتري يدفع 800 دولار ويحجز ما بعرف إذا تبعتهم هولي في حجز؟ ايه هاي الفيلا لك وهي الأرض لك تدفع 800 دولار موجودة موثقة نعم لنرجع لموضوع النازحين السوريين طب حكينا أنه في 400 ألف انتقلوا إلى سوريا هذا لحد من أربعة أيام يمكن صاروا أكتر يعني كل يوم مثلا امبارح طلع قد عم بيزيدوا بالنهار امبارح طلع 2500 لبناني و1500 سوري امبارح اليوم اجن التقرير بعد غير عم بيروحوا على العراق لانه صارت المسافه ابعد لو ما انضرب المصنع كان عم يطلع 20 و30 الف كل يوم
هلا للاسف انه اضطرينا ننطر الحرب لحتى يعني نقول انه يعني بسبب الظروف رجع 400,000، ونحن ما لقينا حل كدوله لبنانيه للموضوع. طب اللي باقيين وبغض النظر عن الحرب، شو افق الحل؟ افق الحل اليوم في خطه لوزاره المهجرين لو تنفذت من 3 سنين كان رجع 800,000 رجعين عودة طوعية آمنة مكرمة، لأنه الدولة بأثناء على ما تفوت أنت كل شهر 15,000 مع 180,000 بالأول بيكون فايت مرتاحة وضعه، بيتأمل له كل مستلزمات الحياة، مركز سكن، توظيف، طبابي، استشفاء، بتفوت مرتاح. فرق ما يفوت 500,000 واحد مرتاح، وهيدا لما يفوت مرتاح وأمنيا مرتاح واجتماعيا مرتاح. نحن طلبنا بلجنة ثلاثية لبنان سوريا المفوضية تيتابعوا، ينبثق عنا لجان فرعية بالقرى يتابعوا وضع النازح اللي راجع آمن مرتاح، عنده مستلزمات الحياة، الغذاء، الطبابة، التعليم، بيتابع لما يعرف أصدقائه، أقربائه، معارفه، كلهم بده يلحقوا. وفي عفو رئاسي، والعفو الرئاسي جدي، وتبلغوا المحافظين بكل المحافظات السورية إخلاء المساجين السياسيين ما عدا المحكومين بالإرهاب اللي فيه جرائم تفجير وقتل وذبح على الهوية. يعني قصة العفو تسقط نظرية أنه اللي بيرجعوا راح يتعرضوا لهم هون؟ نعم كلام هيدا، وأنا بطمن كل السوريين، كل أطياف المعارضة، ما لكم إلا بلدكم، ترجعوا آمنين سالمين وبتطالبوني. بس طبعا بالأول تقدم الاسم على الأمن العام وشو الوضع. وأنا عندي حالات، أنا المنسقة تبعي محامية هلق بالمصالحات كانت معارضة غرر بها، كتبنا طلعت تاني أسبوع، طلعت على سوريا؟ نعم هي بالقلمون، نسيت اسم الضيعة، وعم تشتغل بمصالحات مش بس يعني المصالحات تخدم الدولة. طيب في وزارة مصالحات كمان مسؤول عنها علي حيدر، وكان معارض سابقا، ونحن بس بلشت المعارضة كانت معارضة بيضاء سلمية، مين سلحها صح هذا تاريخ الحرب السورية اللي صارت في هيلاري، هي اعترفت هيلاري كلينتون نحن عملنا داعش ونحن سلحنا نحن، وفلت ما نحط كمان 500,000,000 دولار فتني سني شيء يعني. معروف يعني التاريخ بيذكرها يعني. يعني موضوع النازحين برأيك في أمل؟ يعني هل علينا أن ننتظر حل الأزمة السياسية بلبنان كلها سوا حتى نرجع نفكر جديا أنه يوضع على المسار الصحيح، ويمكن الحكومة اللي جاية تاخذ الخطة اللي عملتوها حضرتكم وزارة المهجرين وتطبقها جديا؟ مش عملنا خطة أوكي. والرئيس ميقاتي وافق على الخطة مؤخرا، وصار في قرار سياسي مؤخرا بالانفتاح على سوريا، هودي كله قبل الحرب، هودي هلق، هودي من شهر ونص شهرين قبل الحرب. هلا طبعا هو يعني بيعرف، عنده معطيات، وبيعرف انه فيليبو جراندي راح يتفاهم، وهو لما طلب من رئيس من وزير الخارجيه يحكي هالشيء ببروكسل بيعرف انه في اشياء بدها تصير، عنده معطيات، لذلك هو بيفسح، فسح لي مجال الي ولا هيكتور، كان المفروض يطلع معي هيكتور. نعم ما بعرف شو صار جد عنده او شايف المسافه كبيره أو. بكره بنساله، رح يكون ضيفنا بعد كم وزير يوم. الدفاع انا اجتمعت فيه من يومين، هو مش بعيد عن الجو، هو مستعد بس كلت شوي الوضع يهدى، وضع الحرب يعني ستغير، في تغيرات. ومثل ما ذكرت حضرتك الاسد باقي والامريكان معترفين بهالشيء، والدول العربيه كلها لما عملت مؤتمر بالرياض عارفه بهالشيء وعملت توصيات كتير مهمة، تم لجمة مش طالبوا من سحاب الجيوش الأجنبية وإعادة إعمار سوريا. نعم هاي القمة العربية اللي صارت بالرياض اللي صارت، يعني صار في توجه، عم هذا النظام باقي وهي الحكومة باقية وهذا الحكم باقي، تفضلوا انتو دولة متخمة صديقة على الحدود، ليه بدك تعمل عليها؟ يلا خلينا نروح على المحاسبة، على مجلس محاكمة تبع الوزراء. نعم لنختم نحن وياك وعليك بالصورة الأكبر، هلا الحدث اللي الكل مترقبينه وناطرينه الانتخابات الأمريكية الثلاثة الجاية، انطلاقا من هذا المقال كمان أيضا من الصحف الإسرائيلية تايمز أوف إسرائيل إذا فينا نشوفه،
المقال بيحكي انه نتنياهو likely prefers Trump in historically close race but he's hedging his bets. يعني عم بيحكوا عن قصة انه تفضيل نتنياهو لترامب. برأيك ليش هذا التفضيل وشو او بالاحرى شو رح يتغير بالتغيير بالبيت الابيض؟ هل سيتغير شيء جذري؟ لك بأمريكا في شيء اسمه إدارة. نعم. ما عندها بكون بلان A بلان B. استراتيجياً أمن إسرائيل هو أولوية. إسرائيل صحيح قاعدة أمريكية بالشرق الأوسط، بس القاعدة الأمريكية إذا نفوذها بأمريكا تبدي رأيها وعندها ذراع كتير مهم بالانتخابات وتمويل وإلى ما هنالك. هلا يمكن مصلحة إسرائيل مع ترامب أكثر من مصلحتهم مع هيلاري، بس هذا لا يعني مع كمالة. هذا لا يعني إنه هيدا أحلى من هيدا بالملف إلا على الأرض لمن يوصل. ترامب وعد، أقله وعد إنه أنا بدي حل المشكلة من أساسها بلبنان. اسمع تفرح، جرب تحزن، خلينا نشوف. أنا ماني خبير دولي بهي القصة يعني. لا بس في عنا نعمل قراءة على أساس اللي عملوا وقت كان بالأربع سنين اللي سابقين. نعم. ما بعرف إذا يعني شو رأيك فيهم وقتها، هل خدم وقتها لبنان أو ما خدم لبنان؟ بشو خدم لبنان؟ راح علن القدس عاصمة إسرائيل وراح ابتز السعودية علنا إنه أنا عم بحميكم وأنتم بدكم تدفعوا ودفعوا 500 ما بعرف قديش كم كمية مليار بظرف. نعم. 24 ساعة. بشو خدم الأمة العربية؟ بشو خدم لبنان؟ أنا ما شفته خدم بشي. نعم. شكرا لك معالي الوزير وأهلا وسهلا فيك بالأو تي في. نحن رح ينضم لنا بعد شوي الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاء عبر زوم، ورح نكون هلا مع عناوين اللي رح نحكي فيها بالوقت المتبقي من هذه الحلقة. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. شكرا لك.